السلام عليكم. احنا اليوم في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى درة البادية العراقية. راح ناخذكم بجولة بهاي المدينة ونتعرف على اسواقها وبعض معالمها التراثية. خليكم ويانا بهاي الجولة من البداية الى النهاية. اهلا وسهلا بكم. السماوة مركز محافظة المثنى مدينة بها ميزتين، الأولى أنها تغفو على حافة نهر الفرات اللي يقسمها إلى صوبين، الصوب الصغير والصوب الكبير، والثانية أنها متاخمة لبادية مترامية الأطراف جعلت من مجتمعها خليط بين البداوة والحضر. يقال أن السماوة أخذت اسمها من استواء أرضها وأن الاسم مشتق من السمو والرفعة. المدينة اليوم بيها 5 جسور للسيارات والسادس للمشاة. السماوة لديها تاريخ عريق موغل بالقدم وتحوي اليوم على الكثير من المواقع الأثرية والتراثية، أشهرها البيت التراثي السماوي وسط المدينة القديمة، وبها سوق مسقف جميل يعود تاريخه إلى أكثر من 100 سنة. والحضارة تنقسم إلى جزئين، ريف ومدينة. الريف بعد ما صارت الثورة الصناعية وقاموا يأخذون الجلود ويأخذون هذا المنتجات الخامات اللي يحتاجونها للصناعة، فقام الريف يبيع ينزل في المدينة، فكانت يعني في الشكل بسيط على مود يم الشط يم الماي يم الماي، فيخلون فداي هذه الأسواق. فهاي الأسواق تمر البلديات مع مرور الزمن ترتبهم وقاعد تعطيهم حصص وتقول لهم اخذوا مكان للبناء. فالسوق هذا قديم، وكان هذا السوق انا ل 2001 هو شين السقف قوق والمحلات خربه يعني كانت اسمه، ولكن انا يعني اتصلت بالمسؤولين يعني وسوون جبلون، وبعدين قالوا لنا ابنه بدون إجايز. تقريبا كم محل بي؟ 300 محل، 150 شرجي و 150 غربي، وعدد المحلات الفرعية هاي الشرجي والغربي هاي السوق المزبوط، عدد السوق الفوقاني لحد القطار والقطار شالوه يعني، وصارت أسواق بالمدينة أكثر من الطاقة. ما عندك غير هالعرب؟ لا عندي. ما عندنا غير هالعرب. تشتغل؟ الحمد لله والشكر. بس تورو؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يوم باجي لنا يوم خيس يوم رقي يوم بطيخ على الموسم. والله. نشتغل على الموسم. الحمد لله والشكر. Thank you.
برئاسة الحاج سليمان حنوش وثلاث أعضاء وياه، أولا الحاج عبد الرزاق الإمامي وحاج عزيز حاج حمود ومرزا حسن خليلي. أول اجتماع لهم بتوسعة السوق، عوضوا كل مواطن من خلال التوسعة دينارين للمترة. السوق هذا سنة 47 47 السوق ب يعني التراث القديم، مثلا الحمامات القديمة كان التاجر بالسماوة ما يسمونه تاجر، ما يطلق عليه تاجر إلا عنده ثلاث، أولا خان وبستان وحمام، إذا ما عنده هاي الأمور الثلاثة ما يطلق عليه تاجر. فالحمد لله عنده شخصيات، مثلا عندنا حج محمد حنوش عنده ثلاث، عنده الخان هذا بالسوق المزقوف، وعنده البستان هذا المنطقة الشرجي، وعنده الحمام الموجود بالسوق، فيلا يطلق عليه تاجر. الـ 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 هذا عندك الخوان بالسماوة، الخوان هسه حاليين قاعدين بي حج رزاق قاحي أولادي، هذا المن لا المرزة بالنجف. عندك الخان الثاني الموجود هنا قاعد بيها هسه حج الأمير الأملس، هذا لحج محمد حنوش، كان هذا الخوان خلوه هذول التجار القدماء إلى شنو إلى زوار ابن الأحرار الإمام حسين عليه السلام للزوار كانت، بعدين هسه تحولت صارت أسواق وصارت مولات، انتهت هاي الأمور. هذا البيت أحد أقدم البيوت السماوية، صاحبه هو الحاج علي العيسى الشكر، توفاه الله فاستورثه أبناؤه الأستاذ التربوي القدير الحاج عبد اللطيف، اشترى من أخوته حصصهم وقام بتحويل البيت إلى متحف يجسد حضارة الأمس والبناء القديم الذي كانت السماوة قد عرفت به. لهذا البيت تأريخ يجسد اللحمة والتكافل العائلي في السماوة، حيث ساكن هذا البيت ستة عوائل، فيه تأريخ نضالي أيضاً، حيث أن أبناء هذا البيت جميعهم ممن عرفوا بالوطنية والعمل التربوي، إضافة إلى أن فيه أماكن غير مرئية هي السرداب والأكثر من قبو، أحدهم أو أحد هذه الأماكن هو المخبز، المطبخ، المطعم وسرداب القيلولة. ميزة هذا البيت
أن مؤسسه وصاحبه الأستاذ الحاج أبو مراد قد حافظ على كل المواد التي أنشئ منها هذا البيت، فجاء بمهندسين مختصين ليقوموا بترميمه وإحياء المواد القديمة التي بني منها هذا البيت. حافظ حتى على دلو أو دلو البئر الذي كان يستخدم قبل نحو 100 عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.